عم تعاني من تساقط الشعر بعد الحمل، بعد الإرضاع، بعد الولادة، بعد الضغط النفسي، بعد نزول الوزن، أو حتى عندك تساقط شعر وراثي من مقدمة فروه الرأس؟ في عنا حل، هو الهير فيلر. الهير فيلر هو عبارة عن 7 بالتدعي بتقوي بصيلة الشعر وبتطلع بيبي هير جديد، بالإضافة إنه شعر نفسه بتعطي لمعان كثير قوي بسبب مشاركة البوتيدات مع الهارميك أسيد. هاي الإجراء فينا نستخدمه مع البلازما، فينا نستخدمه مع الميزوثيرابي، مع الخلايا الجذعية. بنعيد الحقن كل أسبوعين مرة، وهلا بتشوفوا النتائج قبل وبعد. ومميزات الهير فيلر بالإضافة لسبع بالتدايت، في عندنا الهارميك أسيد. الهارميك أسيد تركيزه كثير حلو، بيساعد على لمعان الشعر وترطيبه. فهي بتلاقوها بالنتائج هلا البيفور أند أفتر.